وحجم الخسائر في المخيم كثيرة، يعني كثير في خسائر، فهذه لازم الدول المانحة هي اللي تساعد هذا المخيم، وهي هذه اللي تعيد بناء البنية التحتية له. يعني في دور احنا شفتي يعني فتنا دور كثيرة متضررة، في مثل ما انت شايف الشوارع حتى المي. أو إنها تطلع. زاني هون الكناية كلوز دخان أخوي حبينه شخصية، إحنا ببيت نكهن ببيت تاني إنه على الأرض. طب الفرن كامين بربيشه وحط ومتسرينه تحت فرن. احنا بدنا مساعدات نصلح بيوتنا، ما بدنا مساعدات اكل، صح بتجيبوا لنا وعلى عيننا وراسنا، بس ما برضه ما هي كفايه انها للدور، لانه في ناس تاخذ وفي ناس ما بتاخذ.